ايه في المحترف. يلا نروح نبدأ جولتنا العالمية بماركة الأسبانية اللي ركزت على تعادل أتلتيكو مدريد وليفركوزن 2-2 وخروج أتلتيكو مدريد من دور المجموعات في دوري الأوروبا ليج، وكتبت أكثر قسوة. طبعا خروج مهين لأتلتيكو مدريد. الصحيفة اهتمت بفوز البايرن على برشلونة 3-0 وكتبت هذا ما هو عليه. لسه في اسبانيا، موندو ديبوتريفو الاسبانيه ركزت كمان على هزيمه برشلونه وكتبت، طبعا هي كاتبه طبعا تشاو وكبوت، يعني حضراتكم شايفين تشاو دي جنبها على الشمال 4-0، دي كانت نتيجه الانتر مع فيكتوريا بيلزن، وجنبها تشاو يعني وداعا، ودعنا البطوله. ولكن على الجانب او السطر الثاني كبوت او انكسار، وده واضح طبعا في صورة انكسار لاعبي برشلونة، وبجانبها نتيجة الفوز أو نتيجة الخسارة أمام البايرن 3-0. كمان اهتمت هذه الجريدة بتعادل أتلتيكو مدريد مع باير ليفركوزن وكتبت إقصاء أتلتيكو بنوبة قلبية، يعني في زي ما بيقولوا كده أزمة قلبية حصلت لأتلتيكو مدريد. ولكن أتلتيكو مدريد حتى على مستوى الليغا الأسبانية مش ماشي بشكل كويس، وحتى خلاص خرج من دوري الأبطال أو من دور المجموعات وانضم إلى الأوروبا ليج. نروح لإنجلترا، تحديدا صحيفة سان سبورت الإنجليزية ركزت على تعادل توتنهام مع سبورتنج لشبونة 1-1 وكتبت عمل خادع. اهتمت كمان بطرد كونتي الغاضب بعد انتقاده لتقنية الفيديو اللي سرقت توتنهام، واهتمت كمان الصحيفة بالحالة الصحية لهالاند وكتبت هالاند على ما يرام. إيطاليا تحديدا لاكازيتا ديل سبورت الإيطالية ركزت على فوز الإنتر بنتيجة على طبعا نتيجة كبيرة على فيكتوريا بيلزن والتأهل لدور ال 16، كما اهتمت بفوز نابولي على رينجرز 3-0 وكتبت نابولي 5-5، طبعا 5 انتصارات و15 نقطة فوز في 5 مباريات في دوري الأبطال. أما اليوفنتوس وصفته الصحيفة ووصفت حالته بعبارة من يرحل ومن يصل. دي كان على مستوى إيطاليا. نروح نشوف على مستوى فرنسا، تركيز انصب طبعا نحو هزيمة مارسيليا أمام فرانكفورت 2-1 وجريدة وكتبت الجريدة ظلال سوداء. دي طبعا على مستوى الصحف الفرنسية وخروج مارسيليا من دوري الأبطال. لسه عندنا فقرات كثيرة زي ما بقولت لحضراتكم، بس هنروح لفاصل. بعد الفاصل عندنا لقاء مع الناقد الرياضي محسن اللملوم، نتكلم على دوري الأبطال، أكيد هنتكلم عن النادي الأهلي ومباراة بكرة أكيد ما فيش شك، لكن الملف الأكبر والأكثر تعقيدا هو دوري الأبطال، ونتكلم على الجولة الخامسة، كمان نتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح مشواره إيه في دوري الأبطال وفي الدوري الإنجليزي بعد الفاصل.